ازيكم يا جماعة، النهاردة هعرض لكم اكبر عدد من برفانات مايوي. اول حاجة هبتدي بيها بالبرفان ده، هو برفان بناتي، برفان مي ب25 بس، وده فوني فوني ب25 برضو بنوتاتي كده، حاجة شجري حلوة للمدارس، خفيفة مش فواحة قوي. وده اموشن، اموشن حجمه صغير كده زي ما انتوا شايفين، 40 ملي بس، بس بجد ثابت جدا ومن احلى البرفانات ومن اكتر الحاجات اللي بتطلب عندي. وده يو برضو سعره من 25، كل اللي انا عرضتهم دول في 25، حدود 25 جنيه يعني. برفان يو حلو برضو وهادي. وده بنك، بنك بقى من شجري شجري بجد، ده ب30 جنيه، والمجموعة بتاعته بيكون فيها المخمارية وبتكون ب37، وده ب30. انا بقول اسعار الشهر ده، الاسعار بتتغير زي ما انتوا عارفين تبع الكتالوج. وده برفان سيرينا، سيرينا ما عادش بينزل حوالي 3 سنين، ما عادش بينزل، وكان سعره بلاش نقول سعره لانه من 3 سنين كده كده اصلا مش بينزل. وده بيرلا، بيرلا حجمه كبير وسعره كويس جدا، وبيرلا ب35، من الحاجات اللي برضو يعني ايه لها زباينها، مش بتطلب كتير. ولو حد عايز يعني برفانات معينة ممكن يطلب من حد في الشركة، او بأسعار يعني اللي هي بأسعار الفاتورة. حنين، حنين ب30 برضو، من أسعارها يعني من الحاجات برضو اللي مش بتطلب كتير. ده سبيشيال، سبيشيال جميل جدا بالنسبة لي، وسعره حلو وحجمه حلو، وهو ب25 بيكون عرض. انا وكل الاسعار اللي انا قلتها دي اسعار عرض. يعني ايه عرض؟ يعني بيكون عليه خصم 50%. ده برفان جرين، جرين ما عادش بينزل بالشكل ده، غيره شكل العبوة. جرين بقى زي ما قلت لكم غيروا شكل العبوة، بقت زي سبيشال بس على لون الأخضر. وده أوركيد، أوركيد برضو مش من الحاجات اللي بتطلب كتير، بس برضو في ناس لي يعني هو برضو بتبقى أسوأ، يعني في ناس بتطلبه مني. ودي الفيحاء، الفيحاء حاجة كده فخمة، مفيش حد برضو بيطلبها كتير بس ليها زباينها. لو حد عايز يا جماعة يطلب البرفانات دي بسعر عرضها موجودين عندي، وبرضو لو انتوا عايزين من اي محافظة تانية موجودين، موجود توصيل. وده ديما، ديما محدش بينزل برضو زي سرينا، ديما بقاله حوالي 3 سنين ما بنزلش الشركة. الحاجة دي عندي من زمان جدا، يعني بقالها حوالي 4 و3، حوالي 7 سنين، تخيلوا بقى متعتقين يعني. ومومنت كمان برضو مش بتنزل في الشركة، بس انا مبحبهاش الصراحة. دي بقى من اكتر الحاجات بعد تندر وجولدن بتطلب، اللي هي رومانس. ودي هشوف اهو اقول لك، دي ليلى، ليلى ما عادش الشكل ده، ليلى اتغيرت وشكلها بقى مختلف عن الشكل ده. بجد جميلة جدا ليلى، برضو من الحاجات الكتيرة اللي بتطلب عندي. وده منظرها، بس ده شكلها القديم، ما عادش شكلها كده، كانت بجد شكلها احلى يعني، الوقت شكلها مش لطيف. ودي كريستال لسه على شكلها ده، وبجد جميلة جدا يعني، لأي عروسة ممكن تحطها كمنظر على التسريحة جميلة. دي تازلنج، تازلنج برضو ما عادتش الشكل ده، كان شكلها حلو قوي زي ما انتوا شايفين، شكلها الوقت مش لطيف خالص. دي شكلها اهو، كانت شكلها كده الأول. ودي سواري برضو من الحاجات اللي ما عادتش بتنزل للأسف، وكانت حوالي 30 جنيه، كانت جميلة جدا. ودي كلاسيك رجالي، بدأنا في الرجال اهو، دي كلاسيك الوقت بتاع عاملة 45 جنيه. دي اوركيد، اوركيد ب30،
يعني اخرها 30 جنيه يا جماعة. الاسعار اللي انا بقولها دي اسعار الفاتورة اللي انت استلمها من الشركة، وفي ناس كتيرة بتبيع بالاسعار دي. دي لافيستا 100 ملي من اكبر الاحجام البرفانات في الشركة، وسعرها جميل جدا، بتبقى عاملة 45 جنيه، يعني بحجم حجم برفانتين بجد، يعني اي عروسة لازم تجيبها، وريحتها جميلة جدا وثابتة جدا جدا. ودي شذا، شذا ب30، ريحتها حلوة، ومن الحاجات الكتيرة اللي بتطلب مني. انا اللي بتطلب مني بقول لكم اللي هو بتطلب كتير، واللي ما بتطلبش بقول لكم لزباين معينة. شذا اي عروسة لازم تجيبها طبعا، كفاية شكلها جميل جدا. واصبر من البرفانات الهادية لحد بيحب الحاجات الهادية، واصبر بجد حاجة كده هادية خالص، يعني اللي بيحب الروائح الهادية مش النفاذة يجيب واصبر. دي كاريزما، كاريزما ما عادش موجودة برضو للأسف، كانت ريحتها جميلة جدا، من أرخص أرخص البرفانات. يعني ده أنا فاكرة كنت جايباها ب13 جنيه، بس من زمان بقول لكم من 7 سنين، فطبعا هي يعني لو كانت موجودة كانت ممكن تعمل 30. وده بلير رجالي برضو، يعني كده أنا عرضت 2 رجالي، كلاسيك وبلير. بلير برضو من الروائح الجميلة جدا ومن الروائح الثابتة. أنا بقى أقول لكم اللي طبعا احنا مش هتشتروا كل ده علشان تجربوا، يعني في الشركة عينات، العينات بتبقى زي العلبة السودا دي، ممكن تختاروا بقى منها. ايوه دي هي بتبقى علبة كده، وموجود فيها 4 عينات. العلبة الصغيرة دي وموجود منها علبة كبيرة. العلبة الصغيرة دي بيكون كلهم زي بعض، يعني مثلا لو دي فيها تندر هيبقوا ال4 قطع دول تندر، لكن في عينة ب20 جنيه بيبقى فيها مختلفين عن بعض، يعني مثلا بيبقى فيها جولدن تاتش وتندر ولافيستا وديفا كده، يعني متنوعين. فاللي عايز يشتري حاجة من ماي وي وعايز برفانات يختار منها يشتري العينات في الأول. والشركة بتعمل شحن لأي مكان، ولو حد حابب يشترك يبعتلي. اعملوا لي لايك واشتراك في القناة. مع السلامة.